السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بهذا الفيديو الجديد واللي بنقدم لكم فيه نظرة أولى وسريعة لساعة أبل الذكية الإصدار الثاني واللي معاي الآن، وهي طبعا نسخة أبل ووتش ألمنيوم سيريس 2 42 ملي، مثل ما تشوفون اللون الذهبي. أول حاجة نتكلم عن التصميم اللي ما تغير عن الجيل الأول، لا من ناحية المقاسات ولا مواد التصنيع، وهذا يعني لو عندك إكسسوارات للساعة الأولى مثل السير بيركب على ساعتنا الجديدة. ولكن اللي اختلف في الموضوع ان جسم الساعة اصبح مقاوم للماء بشكل كبير، وتقدر الان تتحمل حتى 50 متر تحت الماء، وبتناسب الرياضيين والسباحين بالدرجة الاولى. وكذلك زادت السماكة عندنا واصبح سمكها 11.4 ملي. والشاشة عندنا من نوع الاوليد ريتنا اللي تعتبر الجيل الثاني مع تقنية الفورس تاتش، واضاءتها او السطوع صار افضل من السابق. ولو نتكلم بارقام شوي نقدر نقول ان الدقه صارت 312 في 390 بكسل، وكثافه البكسلات 302 بكسل لكل انش. وسعه ابل الاصدار الثاني تجي بالمعالج الجديد اللي هو S2، وهذا يعني انها بتكون باداء افضل من السابق مع استهلاك للطاقه اقل. وكذلك دمج الجي بي اس بالساعة أو إضافته بالأصح، وتقدر الآن تستخدم البرامج اللي تحتاج الجي بي اس بدون الحاجة للآيفون مثل ما كان بالسابق. وحساسات تتبع اللياقة والصحة والحركة كلها موجودة بالجيل الثاني من الساعة، وكذلك الـ NFC والبلوتوث والواي فاي، وما ننسى كذلك سماعات سبيكر والميكروفون وحساسات الحركة والإضاءة وغيرها. وهي تعمل بنظام الواتش او اس 3، وهذا يعني ان فيها كل مميزات النظام الجديد مثل الواجهات وبرنامج التنفس الجديد وغيرها من المميزات اللي بنتكلم عنها بالمراجعة الكاملة للساعة. وبطارية الساعة صار فيها زيادة عن الجيل السابق، وتقريبا حجمها 300 ملي امبير، وهي تقريبا زيادة حوالي 30% عن الجيل السابق. وبالنسبة لسعرها الرسمي، هذه النسخة اللي معي سعرها 1600 ريال، ما يعادل 428 دولار تقريبا، وتقدر تشتريها من متجر أبل الرسمي أو أي موزع ومتجر معتمد ثاني موجود عندك في منطقتك. هذه كانت نظرتنا السريعة لساعة أبل أو أبل ووتش 2. عطونا رأيكم عن الساعة بالتعليقات، وكذلك أسئلتكم وإيش حابين نركز عليه بالمراجعة، وأهم حاجة اشتركوا بالقناة وعطونا لايك وانشروا المقطع لغيركم حتى يستفيد، ونشوفكم على خير.